وكتبتهم هنايا، الحمراء ار تحمل الرقم 1 والحمراء الثانيه ار تحمل الرقم 2 والبيضاقات الحمراء الثالثه تحمل الرقم 2، ثم اربع بيضاقات سوداء حيت ما عنديش اللون الاسود درت هنا الاخضر بحال بحال، اربع بيضاقات تحمل الارقام 1 1 1 2 2. دونك هنا عندكم السوداء رقم 1 ان ان، السوداء التي تحمل الرقم 1 ان ان، ثم ان 2 ان 2، يعني اربع بيضاقات سوداء كل وحده فيها رقم من الارقام اللي كتشوفوا هنا في الشكل. على السؤال اللي نطرحه هو التجربه اللي غادي نديرو، نسحب عشوائيا في ان واحد ثلاث بيضاقات من الكيس. السؤال واحسب احتمالات الاحداث، وشكون هما الاحداث؟ كاين ثلاثه ديال الاحداث. ا البيضاقات الثلاث مسحوبه مختلفه الالوان، وكتبوا لكم بين قوسين بيضقه من كل لون باش ما تلفوش في الصياغه ديال الجمله. ثم السؤال الثاني او عفوا الحدث الثاني، البيضاقات الثلاث اللي سموه ب المسحوبه تحمل نفس الرقم. ثم بالنسبه للسي، من بين البيضاقات المسحوبه توجد على الاقل واحده حمراء. او قبل ما نحسبوا الاحتمالات هنا لابد ما نذكروا بشي امور فاش كتكون عندكم تجربه، اي تجربه كديروا او هاد التجربه خصوصا كنتكلموا بالتجارب العشوائيه، هاد التجربه كتعطينا نتيجه والنتائج ممكنه كلها، النتائج ممكنة كنوصلوا لها بالكون اللي هو اوميغا اللي هو مجموع النتائج الممكنة. او علاش شفنا هاد التجربة هادي؟ او شنو كنديرو في التجربة؟ نسحبو عشوائيا ثلاث بيضاقات، إذا من الصندوق غادي نسحبو ثلاثة ديال البيضاقات، وغادي نربطو ثلاثة البيضاقات في أن واحد. المشكل اللي كاين في الاحتمالات ولا الصعوبات اللي كتكون في الاحتمالات هي كيفاش نترجمو واحد التكست اللي هو الاحتمالات الى ان تكست اللي غيكون ماتيماتيك. او باش نربطو هادشي كله الى رموز رياضيه، غادي نحاولوا ما امكن باش نجبدو من هاد لو تكست هذا امور اللي غادي تساعدنا باش نحسبوا الاحتمالات ديال الاحداث ا و ب و سي. الو غادي نبدا بطبيعه السحب. الو طبيعة السحب اللي هنا نسحب في آن واحد، إذا أول حاجة اللي غتكتبو طبيعة السحب اللي غتكتبو كل سحبة عبارة عن، وهنا كتشوفو طبيعة السحب إذا كان فيها الترتيب بدون تكرار كاين باش كنسميوها ترتيبة، إذا كاين ترتيب مع تكرار كنسميوها ترتيبة مع تكرار، ثم إذا كان السحبة ما كاينش ترتيب اذا هنا كنسميوها تاليفه. او فاش كنسحبوا في ان واحد ثلاثه الكرات، اذا ثلاثه الكرات كنسحبوه مره واحده، وبالتالي في ثلاثه الكرات ما كاين لا ترتيب لا الاعاده ديال الكره، وبالتالي كل سحبه عباره عن تاليفه. او هاد التاليفه كتوضح عدد العناصر اللي فيها، او عدد العناصر هو عدد الكرات اللي مسحوبه، اذا تاليفه من ثلاث بيضاقات من اصل، او الى حسبت البيضاقات اللي تما كنظن كاين هنا 5 زائد 4 هي 9 بيضاقات، اذا من اصل 9، وبالتالي كاردينال ديال اوميغا. او باش كنحسبوا التاليفات كاين واحد السامبول اللي كتعرفوا كامل هو سي 9 من 3، او 3 ديال التاليفات او 3 ديال الكرات من اصل 9. وإلا حسبتو هذا راه عندكم قانون فاش كتحسبوه إما بالكالكيلاتريس إما بالحساب العادي، إلا غديرو هي 9 8 7 على 3 أو عامل 3، وإلا حسبتو هنا راه المقام غادي يكون هو 6 وغتختزلو ب 6 الفوق لأن 9 هي 3 في 3 ثم 4 في 2 هي 8 و 7، مكتفكرش حتى إلا غتختزلو ب 3 مع 2 هي 6 مشات 6 وغتحسبو على كنظن 4 أو 3 في 12 في 3 في 4 12 في 7 هي 84، إذا كاردينال أوميغا هي 84. ألو شنو حسبتو في هاد أوميغا هذا؟ كاع الحالات الممكنة اللي غنسحبو فيها 3 ديال الكرات. دونك إلا جينا نكتبو أوميغا بالتفصيل غادي يكون شي شوية كبير بزاف، علاش؟ لأن عندنا 84 نتيجة، وباش تكتب 84 نتيجة غادي تضيع الوقت وغادي تضيع بزاف ديال الأمور، إذا داكشي باش كنمشيو للسامبول باش كنحسبو فقط
عدد العناصر اللي كاين في وسط الاوميغا او عدد الكرات اللي تحملها، عدد الكيفيات باش تحمل ثلاثه ديال الكرات. نفس السؤال اللي طرح دابا، مازال ما درتش الاسئله ديالي، فقط الصياغه ديال نوع السحب، ثم كل سحب اش كتسمى، ومن بعد كاردينال ديال اوميغا اللي تحسب. دابا غادي نمشي عاد الاسئله ديالي وغادي نرتبها. السؤال الاول، احتمال الحدث، احتمال الحدث او كنا شفنا الا كانت عندنا فرضيه تساوي الاحتمالات، باش تحسبوا الاحتمال ديال شي حدث اكس فكديروا كاردينال ديال اكس على كاردينال ديال اوميغا. راه شكون اللي كيعطينا في التكست باش نطبقوا فرضيه تساوي الاحتمالات؟ عندكم كما شفنا سابقا كاين مصطلحات لا يمكن التمييز بينها بلا استدلال. هذه الجمله هذه كتوضح بان الاحتمال ديال اي حدث هو طبقوا ما يسمى بفرضيه تساوي الاحتمالات. كذلك ممكن تلقاو نسحب عشوائيا هذا المصطلح حتى هو كيأكد بان راه حنا في فرضيه تساوي الاحتمالات. اذا غادي نحسبوا الاحتمالات غنلقى هذا الاحتمال ديال اي حدث هو كاردينال ديال اكس على كاردينال ديال اوميغا. شكون هو اكس؟ هو جزء من اوميغا وما يسمى بالحدث. الطرف قبل ما نحسب الاحتمال ديال امشي باش ما نغلطش كنكتب هذا شنو خصو يكون فيه. الرا حيت هو حدث فهو يتكون من ثلاثة ديال الكرات. الو الجملة اللي كتحدث ذوك الكرات ولا البيضقة اللي عندنا هنا المسحوبة تكون مختلفة الألوان، يعني كل واحدة من اللون، وبالتالي سيحتوي على ثلاث بيضقات كل واحدة من لون، غادي يكون على هذا الشكل هكا، والعدد ديالها العدد اللي نحسبوه. الو الأولى غادي تكون من اللون اللي عندنا اللي هو الأبيض، دونك أنها تكون بيضاء. الثانية غتكون مثلا حمراء، والكرة الثالثة غتكون سوداء، لون أ غادي يحتوي على الكرات من هذا الصنف هذا، يعني كل كرة من نفس اللون. وباش نحسبوا كاردينال ديال أ، العدد ديال العناصر ديال أ، باش نحسبوا الاحتمال ديال أ، خصنا كاردينال ديال أ على كاردينال دوميغا، كاردينال دوميغا سي ديجا كالكولي هنايا، دابا بقى لنا كاردينال ديال أ، كاردينال ديال أ. كتشوفوا طبيعة العناصر ديالها أو كتحسبوا. إذا هنا غادي نختاروا كرة بيضاء واحدة بيضاء، ثم غادي نختاروا كرة حمراء، وغادي نختاروا كرة سوداء. ألو الكرات البيضاء اللي غادي نسحب منهم كاينين جوج، الكرات البيضاء عفوا الحمراء كاينين كنظن ثلاثة، ثم الكرة اللي من اللون الأسود كاينين أربعة. وحسب مبدأ التعداد ما كنديروش زائد، كنديرو جدا، إذا هذا العدد مضروب هذا، مضروب هذا، وإلا حسبتو هذا مثلا غتعطيكم هنا جوج، هذا العدد غتعطيكم مضروب في ثلاثة، مضروب في أربعة، وإلا حسبتو هذا الشيء غادي تلقاو كنظن جوج أربعة عشر. وبالتالي شكون هو الاحتمال ديال أ؟ الاحتمال ديال أ غادي يكون هو كاردينال ديال أ على كاردينال ديال أوميغا، وغادي نديرها في هاد البلاصة هادي، دونك إذا الاحتمال ديال أ هو كاردينال ديال أ على كاردينال ديال أوميغا. كاردينال ديال أ هي 24، وكاردينال ديال أوميغا هي 84، وغديرو اختزال. راه اختزال هنا غتختزلو كنظن بربعة، وغتعطيكم ستة على 21، وزيد تختزلو بثلاثة غتعطيكم جوج على سبعة. دونك الاحتمال ديال أ هو العدد جوج على سبعة. غير واحد الحاجة، راه الاحتمالات اللي كتحسبو راه مخصكمش تخرجو على المجال صفر واحد، أي قيمة بغيتو في الاحتمال مخصكمش تخرجو على هاد المجال. الاحتمال ديال أي عدد أو أي حدث إكس الاحتمال ديالو دائما مخصوم ما بين صفر وواحد. وغنجي دابا باش نحسب الاحتمال ديال بي. راه شكون هو بي؟ أجيب تقراو هنا الجملة هادو وترجموها. البيدقة الثلاث مسحوبة تحمل نفس الرقم، إذا بالنسبة لبي شنو هي العناصر اللي غتحتاج فيها؟ غنحتاج على ثلاثة الكرات، العناصر ديالها هي السحب، والسحب اللي عندنا يكون فيه الكرة الثلاث وتكون فيها نفس الرقم. ألوغ نفس الرقم عندكم واحد ولا جوج، إذا هو بالتالي الكرات الثلاثة
إما يكون فيهم رقم واحد راه هنا الباب كيهضرش على اللون، كيهضر فقط على الكرات التي تحتوي على الرقم واحد فقط، أو الكرات اللي ثلاثة يكون فيهم رقم اثنان. هذا هو بي، وإلا جينا نكتبو بي على شكل مجموعات، إذا بي غادي يكون هو الكرات ثلاث اللي كتحمل الرقم واحد، والعدد ديالها خصكم تشكلوا هنا الوحدات، إما ثلاثة إما ثلاثة هذا اللي فيهم الواحد، إذا بالتالي العدد ديالها كثير بزاف دابا نحسبو شحال، أو المجموعة الأخرى اللي فيها الكرات ثلاث تحمل الرقم جوج والعدد ديالها دابا نحسبو، وبالتالي كاردينال ديالها أو كاردينال ديال بي هو اختيار ثلاثة كرات من الوحدات أو اختيار ثلاث كرات من جوج. وباش نختاروا ثلاثة من الوحدات غادي نديروا اختيار ثلاث كرات من أصل عدد الوحدات اللي عندكم في السبورة هذايا، ألوغ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، إذا سي ثلاثة من خمسة باش نحسبوا المجموعة ديالها. ثاني اختيار ثلاثة كرات من أصل الكرات التي تحتوي على الرقم جوج وهي العدد ديالها كنظن أربعة، أو إلا حسبتو هاد العدد غعطيكم خمسة في 24 هي 10 زائد 4 إذا الخيار يكون هو 14. ألوغ شناهو الإحتمال ديال بي؟ نطبقو قانون ديال الإحتمالات اللي عندنا هنا، إذا غادي يكون هي كاردينال ديال بي على كاردينال ديال أوميغا، كاردينال ديال بي هي 14 وكاردينال ديال أوميغا هي 84، ونختزلو بواحد العدد اثنان غتعطيكم هي 7 على 42. هاهي اختزلت، هنا ممكن تختزلو مثلا 7 تعطيكم واحد على 7، واحد على 6 الوغ نمشي دابا للحدث سي. الحدث سي لقيته مزيان، من بين البيلقات المسحوبة توجد على الأقل واحدة حمراء، الوغ بالنسبة للسي هنا ممكن تحسبو مباشرة وممكن تمشيو للحدث المضاد كنظن من الأحسن. الوغ في الحدث المضاد غادي نخدمو الحدث المضاد أفضل لأنه بزاف هو نسميه الحدث الصفر. شنو هو الحدث المضاد؟ الكرات المسحوب الثلاثة ما تكونش فيهم كرة حمراء، بمعنى الكرة الثلاثة لا تحتوي على اللون، إذا الكرات المسحوبة لا تحتوي على اللون الأحمر. شنو هي على الأقل كرة حمراء؟ يعني يقدر يكون ثلاثة فيهم غير حمراء وحدة، آر والآخرين آر بار آر بار، ثم ولا يكون جوج حمر وحدة ما تكونش حمراء يعني آر بار، ولا ثلاثة الكرات حمر وثلاثة دحات باش تسمو مابقاش شوية العملية طويلة، من الأحسن تمشي للحدث المضاد. إذا الكرة ثلاثة ما يكونش فيهم لون أحمر، علاش؟ لأن هادو الحالات اللي فيهم كاع اللون الأحمر كنحيدوهم وكنحسبو بالحدث المضاد. ألوغ شناهو الحدث المضاد ديال الصبار؟ شنو غادي يكون في هاد الصبار؟ الكرات ما فيهاش اللون الأحمر، إذا الكرات ثلاثة غادي تكون آر بار آر بار وآر بار، وبالتالي شنو هو كاردينال ديال السي؟ بار هو اختيار ثلاثة كرات من غير اللون الأحمر، وإلا حيدتو اللون الأحمر كنظن كاين ثلاثة كرات حمراء، غادي تحيد اللون الأحمر دونك غادي يبقاو فقط اللون الأسود واللون الأبيض، كانوا أربعة ديال الكحول ثم جوج هي ثلاثة من ستة، وثلاثة من ستة أربعة غادي تسيبوها ستة من خمسة على ثلاثة عاملين هي ستة هي 20، وبالتالي الاحتمال ديال الصغار هي كاردينال تاع الصغار على كاردينال ديال أوميغا
كاردينالية السيفر هي 20 على 84 هنا غادي تختزلو 4 غتعطيكم 5 على 21 اشنا هو الاحتمال ديال السير اللي ما طالبينش السيفر الاحتمال ديال السير عندكم علاقه ما بين الاحتمال ديال السير والاحتمال ديال السيفر اشنا هو الاحتمال ديال السير هي واحد ناقص الاحتمال ديال السيفر اذا هي واحد ناقص 5 على 21 وكان نعطيكم 16 على 21 الان شنو طالبين عاوتاني الاحتمال ديال التقاطع التقاطع على الملاحظة في الغالب الاحتمال ديال A تقاطع B راه ماشي هو الاحتمال ديال A جدال الاحتمال ديال B ما كان ديرو هادشي غير كانوا A و B حدثان مستقلان لكن في المعطيات ما قلناش A و B حدثان مستقلان إذا القانون ما طبقوش إذا غادي نحاولوا نكونوا شكون هو أ تقاطع ب راه شكون هو الحدث أ تقاطع ب هي الجملة اللي في أ والجملة اللي في ب وكتعرفوا عليهم بالواو إذا شكون هو أ كنظن هي الحصول على ثلاث بيدقات مختلفة الألوان هذه الجملة اللي هو الباب أ، ألوغ التقاطع في الاحتمالات كنظن ليه بالواو العطف، إذا الحصول على ثلاث بيدقات مختلفة الألوان وكنعطف عليها الجملة ديال بي، ألوغ الجملة ديال بي شنو هي؟ الكرة الثلاث وتحمل نفس الأقل، وتحمل نفس الأقل، أو إلا جينا نكتبوها في أ تقاطع بي كمجموعة كحدث إذا غادي يكونوا ثلاثة الكرات كيتوفر فيهم هاد الشروط أولا تكون مختلفة الألوان يعني تكون وحدة بيضاء والثانية مثلا تكون سوداء والثالثة تكون حمراء ثانيا هاد الكرات بالإضافة أن يكون مختلفة الألوان تكون فيهم نفس الأرقام يعني يكون فيهم إما واحد 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 أو اتحاد ثلاثة الكرات يكونوا من ألوان مختلفة وتكون فيهم ألوان بيضاء ثم سوداء ثم حمراء ويكون فيهم الرقم جوج 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 غير كنظن هاد الحالة ما يمكنش علاش لأن الرقم جوج ما كاينش في البويض إذا بالتالي بالتالي هاد ثلاثة الكرات ما يمكنش نحصلوا عليهم دونك هاد المجموعة هادي فهي المجموعة الفارقة وبالتالي شنو هو كاردينال ديال أ تقاطع ب ديال أ تقاطع ب فهو نحسبو هاد الحالات هادو إذا غتختارو كرة بيضاء تحمل الرقم واحد وغتختارو كرة سوداء تحمل الرقم واحد وغتختارو كرة وحدة حمراء تحمل الرقم واحد راهم بين الكرات البيضاء اللي كتحمل الرقم واحد كاينين كنظن جوج راه بالنسبة للكرة السوداء كاينين جوج كذلك وبالنسبة للكرة الحمراء كاينة غير وحدة وإلا حسبتو هاد الجدا هذا مبدأ التعداد كيسمح لي باش ندير الجدا باش نلقى هاد الحالات الممكنة جوج في جوج أربعة غتعطيكم كاردينال ديال أ تقاطع ب هي أربعة والاحتمال ديال أ تقاطع ب فهو غادي يكون كاردينال ديال أ تقاطع ب على كاردينال ديال أوميغا والكاردينال ديال أ تقاطع ب هو عدد العناصر اللي كاين في أ تقاطع ب اللي لقيناه هو 4 على كاردينال أوميغا هي 84 وغادي نختزلو 4 تعطينا 21 وغادي نكونو كملنا التمرين ديالنا وهذا التمرين كامل على ثلاثة نقط السلام عليكم اليوم عاوتاني غادي نحاولو نديرو تمرين جوج الو التمرين رقم جوج في ذاك الامتحان الوطني يعني في القاعدة كتلقاو تمرين رقم جوج الدورة ديال 2017 أو فيها صندوق عطاكم هاد الطابلو هذا الصندوق فيه جوج كرات خضراء ثلاث كرات حمراء
ثم ما تبقى كله أبيض يعني خمس كرات بيضاء ومسجلين هنا خمسة كرات بيضاء ثلاث كرات حمراء ثم كرتان خضراوات. التجربة اللي كنعملوا بها أنا ولا اللي كيتعاملوا بها أنايا هي نسحب عشوائيا وفي آن واحد أربع كرات من الصندوق. إذا الصندوق سميتو هنايا وغادي نسحبوا أربع كرات في آن واحد بحال التمرين اللي كنا شفنا قبيلة دائما السحب الآلي. إذا فاش كتبداو التمرين فاش كتسمعوا السحب الآلي قبل ما تجاوبوا على الأسئلة كتكتبوا طبيعة السحب. إذا كل سحبة هي تأليفة. علاش تأليفة؟ لأن السحب الآلي معروف كل سحبة هي عبارة عن تأليفة من أربع كرات من بين وكتسبها في الصندوق من بين 10 كرات كما راه كاتبين في الاول 10 كرات. اذا هنا فاش كتحددوا طبيعه السحبه كتحسبوا كاردينال ديال اوميغا او كاردينال ديال اوميغا. اذا شنو غادي يكون كاردينال ديال اوميغا؟ عدد التاليفات كتحسبهم بلي كومبينيزون بالسي وكتختاروا شحال من كره او كتختاروا اربع كرات من بين 10 كرات وكتحسبوا هذا القانون هذا شحال 10 7 8 9 على 4 ملي. شنو هي 4 ملي؟ هي 3 2 1 وكتحاولوا ديروا الاختزالات الممكنه. عندكم هنا كنظن 3 غتختز مع واحد 3 هنا ثم 4 2 8 غتختز مع 8. اذا غادي تبقى لكم فقط 3 مضروبة في 10 مضروبة في 7 3 في 7 هي 21 مضروبة في 10 هي 210. طب كاردينال أوميغا هي 210. الآن قد نمشي الأسئلة التمرين نعتبر الحدث أ. شكون هو الحدث أ؟ قالك من بين الكرة الأربعة المسحوبة توجد كرة خضراء واحدة فقط. أ كنمشي الأسئلة السؤال أو الحدث أ هو من بين الكرات الأربع المسحوبة توجد كرة خضراء واحدة فقط. وهذه الجملة حاولوا تفهموها باش تجاوبوا على إذا ضبطوا غير في التأويل ديال الجمل راه ما غاديش يكون النتيجة صحيحة. أو شكون هو؟ حيت أ حدث غادي يكون كيحتوي على عدد الكرات اللي كنسحبو وحيت كنسحبو أربعة دونك أ غادي يكون فيه أربع كرات وفي هاد الأربع كرات كتوفر فيهم هاد الشرط كرة واحدة خضراء فقط دونك وحدة اللي غادي تكون خضراء أما اللي ما تبقى ما غاديش يكون خضراء يعني هاد الكرة غادي تكون زيبار وهذه زيبار وهذه زيبار والعدد ديال هذا كنحسبوه كاردينال ديال أ. ألوغ كاردينال ديال أ غادي يحتوي شحال من كرة من هذا النوع؟ إذا غتختاروا وحدة خضراء ثم غتختاروا ثلاثة من ذاك اللون الآخر اللي ماشي خضر وإلا مشيتوا غتختاروا وحدة من جوج ثم غادي تختاروا ثلاثة من اللون الآخر اللي ماشي خضر يعني كتغطيو هذا الخضر وكتحسبوا هذا الشيء كامل أو فوز على 3 بليس 3 بليس 2 صافي 8 دونك وكديروا حسب مبدا التعداد العدد أو الكاردينال ديال أ غادي يكون هو الجزء وغتحسبوا هذا القانون هذا ألوغ الأول غادي يعطيكم هذا يعطيكم جوج وهذا يعطيكم القانون 8 7 6 على 3 عاملين 3 عاملين هي 6 راه غتحسبوا هذا فقط إذا 8 في 7 هي 56 56 في جوج هي 112. إذا الاحتمال ديال أ هو كاردينال ديال أ على كاردينال ديال أوميغا. علاش هنايا؟ لأن نحن في حالة فرضية تساوي الاحتمالات. شكون هما الجمل اللي أكدوا بأن عندنا فرضية تساوي الاحتمالات؟ راه عندكم هنا في لاقريتو الجمل ديال الناس حافوا عشوائيا ثم كاين عطيه الكرات لا يمكن التمييز بينها بين لمس. إذا هذا المصطلح
كيكفي باش نطبقوا القانون. وكادينا ديال الأصل إلى حسبتو أعطيكم إياه 112 على كاردينال ديال أوميغا 210. أو بعد الاختزال ممكن تختزلوا مثلا بجوج، إلا تعطيكم هنا 56 وتختزلوا هنا بجوج تعطيكم 1.05. ألو واش كاين شي عدد؟ لا مكنظنش. دونك غادي نمشيو للاحتمال ديال بي. ألو شكون هو الحدث بي؟ من بين الكرات الأربعة المسحوبة توجد بالضبط ثلاث كرات من نفس اللون. إذا من بين الكرات الأربعة المسحوبة توجد، وهذا المصطلح هذا مهم بزاف، بالضبط ثلاث كرات من نفس اللون. ثلاث كرات بين الكرات الأربعة المسحوبة توجد بالضبط ثلاث كرات من نفس اللون. أو كنترجمو به نفهم لونسومبل. إذا شنو غادي يحتوي؟ غادي يحتوي على أربعة الكرات. علاش؟ لأن أربعة اللي كنساوو النتيجة، أوميغا أو بي اللي يحتوي على نتائج، وهاد النتائج خصنا فيهم هاد الجملة هادي. أربعة الكرات الأربعة توجد بالضبط ثلاث كرات من نفس اللون. ألو شكون هما الفرق اللي عندي؟ ممكن الخضر ما كنظنش، واش يكون ثلاثة الكرات خضر؟ ما يمكنش. دونك هنا إما ثلاثة الكرات حمر هما اللي ممكن. دونك زين غادي يكون إما أ والأخرى ما تكونش أ، ثلاث كرات بالضبط من نفس اللون. أو وندير امتحان ثلاث كرات أخرى من نفس اللون الآخر، شكون هما هاد الكرات الأخرين اللي غيكونوا من نفس اللون؟ كنظن الأبيض. ألو غادي تكون بالضبط ثلاثة كرات بيضاء، ومن بعد وحدة ما تكونش بيضاء، هنا تكون بيضاء. ألو بالنسبة لثلاثة كرات خضر ما يمكنش، لأن عندنا فقط كرتين خضراوين. إذن وبالتالي كاردينال ديال بي غادي يكون هو الكاردينال ديال المجموعة هادي زائد الكاردينال ديال هادي. علاش؟ لأن هاد الكرات ما كاينش عناصر مشتركة ما بين هاد المجموعة وهاد المجموعة. هاد أربعة الكرات ما يمكنش يكون هنا، وهاد أربعة ما يمكنش يكون هنا. ألو باش نحسبو هاد الحالات هادو، كتختارو ثلاثة الكرات من اللون الأحمر، ثم كرة واحدة من لون غير أحمر. ألو ثلاثة الكرات من اللون الأحمر عندكم ثلاثة من الأصل ثلاثة، وكرة ما تكونش حمراء، إذا غتحيدو هاد الحمر هادو، وغادي يبقى لكم الآخرين جوج زائد خمسة هي سبعة، إذا جوج سبعة، وحدة عشر من سبعة، زائد. بالنسبة لهذه الحالة غتختار ثلاثة الكرات بويض، ثم وحدة من لون غير الأبيض، إذا ثلاثة من خمسة بالنسبة للبويض، وحدة فقط يعني من خمسة أخرين. دونك كافينا ديال بي هو هذا، وغادي تكون الاحتمال ديال بي هو كاردينال ديال بي على كاردينال ديال أوميغا. وبلي كالكيلاتريس ديالكم تحسبوا هاد الخارج هذا شحال كيساوي. ألو هنا تعطيكم سي ثلاثة ثلاثة سي واحد سبعة، زائد سي ثلاثة من فوسط خمسة، جدا واحد من فوسط خمسة على 210 هو كاردينال ديال أوميغا. أنا نعطيكم واحد، واحد سبعة هي سبعة. أنا نعطيكم كنظن عشرة، عشرة في خمسة، عشرة في خمسة هي خمسين، الكل على 210، أو في الأخير نعطيكم سبعة خمسين على 210. وتختزلوا ثلاثة إلى بغيتوا، كاين ثلاثة قاسم مشترك ل 57 و 210 تلقاو النتيجة اللي كتمنوا. 8 على 56 على 15، راه 56 على 105 ممكن تختزلوا بشي عدد وغادي تلقاو النتيجة اللي عندكم 8 على 15. سبعة تختزلوا يمكن بسبعة.
انا غادي نتكلفوا بالسؤال الثاني اللي هو خاص ما يسمى بالمتغير العشوائي. المتغير العشوائي اسمه هنا اكس. المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبه بعدد الكرات الخضراء المسحوبه. كل سحبه كنسحبوا كنسحبوا 4 ديال الكرات. راه شكل اكس كتسحب 4 الكرات. انت اللي غتحسب في هذوك 4 الكرات عدد الكرات الخضراء اللي كاينين. دونك فاش كنسحبوا 4 الكرات اذا اكس شنو هو؟ عدد الكرات الخضراء الموجوده في هذ الربعه. او فاش كنسحبوا هاد 4 الكرات غنسحبوهم من هادو ما غاديش يكون فيهم اللون الاخضر. دونك اكس ديك الوقيته غادي ياخذ صفر. يعني الدوك 4 اللي سحبتهم ما تقدرش تقدر ما تكون حتى وحده خضراء، وبالتالي اكس هو عدد الكرات الخضراء يعني صفر كره خضراء. او شكون هو الحدث؟ هي 4 الكرات كلهم اللي سحبتو غتكون فيهم في بار في بار في بار لا وجود للون الاخضر. ثم قدر يكون اكس كيساوي واحد. اشنو هي اكس كيساوي واحد؟ يعني 4 الكرات اللي سحبت توجد فيهم فقط وحده كره خضراء، اما ما تبقى في بار في بار وفي بار. تقدر اكس تكون جوج، يعني من بين دوك 4 الكرات اللي سحبت توجد كرتان خضراء يعني تكون عندها في في ثم في بار في بار. عدد الكرات الخضر اللي ممكن يكونوا هي جوج، اذا الماكسيموم هو اكس كيساوي جوج. دونك اكس ديال اوميغا شنو هو القيم ديال اوميغا؟ اكس يمكن ياخذ زيرو، اش اكس يمكن ياخذ واحد، واكس يمكن يساوي جوج. دونك الى جينا نصنفو اوميغا حسب التصنيف الجديد ديال اكس ديال المتغير العشوائي، الى كان عندنا اوميغا هنا وهذا، الو شنو كاين في اوميغا؟ النتائج والنتيجة عبارة عن 4 كرات. دونك هاد 4 كرات إما تكون خالية من في، يعني 4 كرات كلها تكون فيها في بار في بار في بار في بار، إما الكرات برا تكون فقط فيهم وحدة خضراء والما تبقى ما يكونش خضراء، يعني 4 كرات في بار. وعاوتاني 4 كرات في سحب يكونوا فيهم جوج كرات خضر وجوج كرات ما يكونوش خضر. دونك غادي نقسم اوميغا الى ثلاثه ديال الاجزاء منفصله بعضياتها. الو هذا غادي يكون هو اكس كيساوي زيرو ما كاينش خضر، هنا غادي يكون اكس كيساوي واحد، ثم هنا اكس يساوي او هذه المجموعه فهي اكس كتساوي جوج. السؤال اللي مطروح دابا غير شرحت شويه شنو هو المتغير العشوائي، من بعد عاد كنشوف الاسئله اللي مطروحه اشنو هي. بين ان الاحتمال ديال اكس كيساوي جوج يكون جوج على خمسه. شكون هو اكس كيساوي جوج؟ هي الحاله هذه، يعني الكرات اللي سحبت 4 يكون فيهم فقط او بالضبط جوج خضر. دونك شنو هو الاحتمال ديال اكس كيساوي جوج؟ هو كاردينال نتاع الحدث اكس كيساوي جوج على كاردينال ديال اوميغا. دائما نحن في فرضيه تساوي الاحتمالات، داكشي باش كندير هذا القانون هذا. الو اكس كيساوي جوج غادي نسحبوا 4 كرات، هنا جوج كرات يكونوا خضر ثم جوج اخرين يكونوا من اللون الغير اخضر، وحسب مبدا التعداد ان غادي العمليه ديال الضرب ما بين هاد جوج ديال العناصر على كاردينال ديال اوميغا. وكاردينال ديال اوميغا راه حسبناه قبيله لقينا كنظن 210. الو اختيار جوج ديال الكرات خضر من فوسط شحال من كره خضراء عندنا في الصندوقين؟ كنظن جوج. دونك جوج من جوج، جوج كرات من اللون الاخر اذا غتحسبوا جوج من هادشي اللي بقى كتغطوا من اللون الاخضر وكتحسبوا العناصر اللي بقات كنظن هنا عندكم 10 ولا لا 8 او غتكون 6 جوج من 8 وكتحسبوا هذا كتلقاو الاحتمال ديالكم. الو هنا غادي نعطيكم هنا واحد واحد وهنا 56 على جوج هي 28 على 210، وراه فوقكم النتيجة شحال تكون في الأخر بعد الاختزال غتلقاو جوج على 15.
دونك هذه العدد هذا غادي نكتبو هي جوج على خمسة. حاولوا تستعملوا لي كالكولاتريس لان سي فاسيل كتحسبوا بسرعة. هذا بالنسبة لإكس كيساوي جوج. السؤال الثاني حدد قانون إكس. شنو هو قانون المتغير؟ هو تكتبوا الاحتمالات ديال الأجزاء اللي بقات، تكتبوا الاحتمال ديال إكس كيساوي جوج باش تكملوا قانون إكس. خاصكم تكتبوا الاحتمال ديال إكس كيساوي زيرو ثم إكس كيساوي واحد. أنا بالنسبة لقانون إكس باع قانون إكس أول ما نديرو هذا إكس كيساوي زيرو. ألو الاحتمال ديال إكس كيساوي زيرو هي كاردينال ديال إكس كيساوي زيرو على كاردينال أوميغا. أشنو هو إكس كيساوي زيرو؟ يعني الكرة الأربعة اللي سحبتي كلهم ما يكونش فيهم اللون الأخضر، إذا هو بالتالي غتختار أربعة ديال الكرات من الكرات اللي ما فيهمش اللون الأخضر، يعني أربعة من ستة، من ثمانية على 210. وغتحسبوا هاد العدد هذا بالكالكيلاتريس اللي بغا يدوني سارتان نوم كونتخي أونتخ زيرو و واحد، ثم الاحتمال ديال إكس كيساوي واحد هي الكاردينال ديال إكس كيساوي واحد على الكاردينال ديال أوميغا. إكس كيساوي واحد يعني كرة واحدة فقط تكون خضراء بين دوك الربعة الكرة. إكس كيساوي واحد هو الحالة هادي، كرة واحدة خضراء ثم ثلاث كرات من لون غير أخضر حسب ما بدأت تعدل غديرو بالجدع. ألو اللون الأخضر كاين جوج كرات ثم اللون غير أخضر كاين ثمانية على 210. وتحسبوا هاد الأعداد تكون قانون أو الاحتمال ديال إكس كيساوي جوج. وبالتالي شنو هو قانون ديال إكس؟ هو الاحتمال ديال الوحدة اللي كاين عندكم ثلاثة إكس كيساوي زيرو إكس كيساوي واحد و إكس كيساوي جوج. ألو إكس كيساوي جوج سي بارابيل دو ساغ دو نوفو كالكول راه تحسب هي إكس كيساوي جوج هي جوج على 15. يبقى لنا اخر سؤال اللي هو الامل. الو شنو هو الامل الرياضي؟ باش كنحسبوا الامل الرياضي هو الاحتمال ديال هاد الاحداث اللي لقيتو بي ديال اكس كيساوي زيرو بي ديال اكس كيساوي واحد وبي ديال اكس كيساوي جوج. وهاد الاحتمال فاش كتضربهم في القيم ديال المتغير والقيم ديال اكس كامل هي صفر واحد جوج. دونك الاحتمال ديال اكس كيساوي صفر كتضربوه في صفر زائد الاحتمال ديال اكس كيساوي واحد كتضرب في واحد ثم زائد الاحتمال ديال اكس كيساوي جوج كتضرب في جوج وكتجمعو هذا. هذا خلاص زيرو بي ديال اكس كيساوي واحد راه عندكم ياك غتضربوه في واحد وغتشري حتى حاجة. بي ديال إكس كيساوي جوج هو هذا غنضربو في جوج يعطيكم أربعة على 15 وحسبوا القانون وغادي تلقاو في الآخر النتيجة اللي عندكم هنا اللي هي إكس كيساوي على الأمل الرياضي أربعة على 5. في نفس الأخير تلقاو أربعة على 5. واحد الملاحظة مهمة بزاف هي القيمة اللي كتلقاو في الأمل الرياضي خاصها تكون شي قيمة محصورة ما بين أصغر قيمة وأكبر قيمة اللي عندكم هنا. عندكم هنا القيمة الصغيرة هي صفر جوج، دونك الأمل كيكون دائما قيمة محصورة ما بين صفر جوج.